أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن أمير المؤمنين علي ولي الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين قال الله الحكيم في محكم كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين صدق الله العلي العظيم. في الأسبوع الماضي تحدثنا عن ضرورة من الضروريات أو من الضرورات التي بين أهميتها القرآن الكريم، أن الإنسان يلزم أن يكون حبه لله عز وجل ولما يرتبط بالله عز وجل ولمن يرتبط بالله عز وجل، هذا الحب يكون أهم أكبر في قلبه من حبه لنفسه، من حبه لأهله، من حبه لماله، من حبه لكل شيء في الدنيا. هذه هي الضرورة. سؤال: الله سبحانه وتعالى هل يمكن أن يأمر أن يوجب شيئا على الناس لا يطيقونه؟ لا أبدا. ما فرض الله سبحانه وتعالى على الناس يطيقونه بل دون ما يطيقون، يعني لا يفرض عليهم فوق ما يطيقون حتى لا يفرض عليهم حد ما يطيقون، لا يفرض عليهم دون ما يطيقون، طاقتهم أكثر. الله عز وجل تفضلا بالبشر، الله عز وجل خالق البشر، يعرف البشر، هو الخلاق العليم، يعلم، هو خلقهم. البشر عندهم أعداء: النفس الأمارة، الشيطان، الدنيا، الشهوات، أعداء عنده. ويعرف كيان الإنسان، الله عز وجل يعرف،
فما أوجب عليه شيئا صعبا جدا، ما أوجب عليه شيئا يأخذ كل طاقته، لا، شيء عادي. وهذا ما دلت عليه الروايات الشريفة المستفيضة بل لعله المتواترة، روايات عديدة وفيها الرواية الصحيحة، والقضية واضحة. الإنسان إذا نظر نظرة عادية بدوية إلى أحكام الإسلام المنيف يرى أن الإسلام ما أوجب على الإنسان أشياء صعبة جدا. هذه في الواجبات العادية، فكيف في الضرورات، الأمور الضرورية التي لا يستغني البشر عنها؟ أوجب على الإنسان أمور ضرورية صعبة جدا؟ أبدا. الأمور الضرورية عموما أمور سهلة. هذا من جهة. من جهة ثانية إخواني، قدرات الإنسان التي أودعها الله سبحانه وتعالى في الإنسان قدرات عجيبة جدا. البشر موجود عجيب، يتمكن أن يصنع ما لعله يعبر عنه بالمعجزات. قدرات البشر كبيرة جدا. القوانين التي جعلها الله سبحانه وتعالى ليست حد طاقة الإنسان ولا فوق طاقة الإنسان، بل دون طاقة الإنسان. قدرات الإنسان التي أودعها الله سبحانه وتعالى في الإنسان كبيرة جدا. بعد ذلك نستكبر، نستعظم، نستصعب أوامر الله سبحانه وتعالى. خطأ، نظرة خاطئة، خصوصا أمر مثل هذا الأمر الذي ورد في هذه الآية المباركة التي بدأنا بها الحديث. يلزم أن يكون الله ومن يرتبط بالله وما يرتبط بالله أحب إلى الإنسان من كل شيء. ذكرت لكم في الأسبوع الماضي هذه ليست فضيلة، هذا واجب، هذه ضرورة. القرآن يتحدث، القرآن في آخر الآية، هذه الآية يعبر القرآن الكريم عن هؤلاء بأن الذي لا يكون هكذا، الذي يحب ما يرتبط به أكثر من حبه لله عز وجل، هذا فاسق وأشد من الفسق. الله هدد بأنه لا يهديه، والله لا يهدي القوم الفاسقين. فيتبين أن الأمر سهل، لا نتصور أن الأمر صعب جدا، أن الإنسان يضحي بكل شيء في الله عز وجل. لماذا يكون صعبا؟ هذه ضرورة، الضرورات، الأمور الضرورية لا تكون إلا أمور سهلة، لأن الإنسان لا يستغني عن هذه الأمور الضرورية. الله ما جعل الأمور صعبة جدا، وهو يعرف الإنسان. ممكن، نعم ممكن. البعض منا عندما تحدث قضية عادية يخلي الساحة، شيء غريب جدا، يخاف على نفسه، يخاف على ماله، يخاف على أهله. نفسك، أهلك، مالك بالنسبة إلى أهل البيت ما هي قيمتهم أصلاً؟ ما لا أقول بالنسبة إلى أهل البيت، أين نحن من أهل البيت؟ بالنسبة إلى مكانة أهل البيت عند الناس لا عند الله، بالنسبة إلى مقام أسمائهم عند الناس، أرواحنا لا شيء. الإنسان باللحظات يموت، ينتهي، خلاص الموت موت، ويفقد كل شيء، يفقد روحه ويفقد أمواله ويفقد أهله ويفقد كل شيء. موت الإنسان يكون في الله عز وجل، في سبيل الله عز وجل. لماذا الإنسان يتهرب؟ أنا لا أقول عرض نفسك للخطر، لا أقول عرض نفسك للموت، لا، ما دام حياة، ما دامت حياتك أنفع من موتك لدين أهل البيت عليهم الصلاة والسلام، حافظ على حياتك، لا تضحي لغير سبب. ولكن إن وجدت أن دين الله بحاجة إلى تضحيتك، ضحى بكل شيء. القضية ليست صعبة. أنا الموت يأتيني الآن بأي طريقة كانت، إن كان هناك موت بطريقة عادية فبها، ولا طريقة ثانية ولا طريقة ثالثة، لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. الشجاعة تقدم أجل الإنسان؟ لا.
الشجاعة تقطع رزق الإنسان؟ لا، رزقك محدود، أجلك معين. تخاف من ماذا؟ القضية قضية أن الإنسان يحيا حياة أهل البيت، يموت ممات أهل البيت. اللهم أحيني حياة محمد وآل محمد. وأمتني ممات محمد وآل محمد. في هذا الظرف حياتي أنفع بالنظرة الصائبة الدقيقة، من دون أن يكون الإنسان يحيد عن الحق، لا، بالنظرة الدقيقة حياتي الآن أنفع، أحافظ على حياتي، لا لأجل حياتي، لا لأجل ملذاتي، لأجل دين الله أحافظ على حياتي. الآن موتي أنفع لدين الله أموت؟ قضية سهلة. يكون حبي أصلاً، إخواني لاحظوا هذا الشيء، هذا المعنى أن الإنسان يحيا حياة أهل البيت، يموت ممات أهل البيت، هذا المعنى ورد في روايات عديدة، في زيارات عديدة، في زيارة أمير المؤمنين، في إحدى زيارات أمير المؤمنين: اللهم أحيني على ما حي عليه علي بن أبي طالب، وأمتني على ما مات عليه علي بن أبي طالب. الألطف من هذا، من تعقيبات صلاة الصبح، كثير منكم يقرأ هذه الفقرة، يعني في كل يوم أول النهار، تعقيبات صلاة الصبح أول النهار، الإنسان يذكر نفسه بهذا. من التعقيبات تعرفون: اللهم أحيني على ما أحييت عليه علي بن أبي طالب، وأمتني على ما مات عليه علي بن أبي طالب. هذا من تعقيبات صلاة الصبح، يعني ذكر نفسك كل يوم. حياتك قيمتها إن كانت نافعة لدين أهل البيت، وإلا الموت كان نافعا لدين أهل البيت فالموت. الإنسان يحب أهل البيت، يصل أمره، طبعا عندما نقول يحب أهل البيت، حب الله هو حب أهل البيت، حب أهل البيت هو حب الله، يحب أهل البيت هكذا حب. ممكن؟ نعم ممكن. هناك كلمة مشهورة بين الناس، كلمة غير صحيحة، يقول: الحب والبغض شيئان ليس تحت سلطة الإنسان. كلام غلط. الحب والبغض شيئان تحت سلطة الإنسان، يتغيران. الحب يتغير؟ نعم يتغير. البغض يتغير؟ نعم، أصلا شيء بديهي لعله. شخص يبغض أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام بغضا شديدا، كان يحب أن يكون قاتلا لأمير المؤمنين، تغير، أصبح يحب الإمام صلوات الله وسلامه عليه حبا قل نظيره. بعض كثير من الناس يحبون قتلة الصديقة الكبرى صلوات الله وسلامه عليها حبا كبيرا، يفدون أرواحهم لهم، ولكن يتغير، يصبح يبغضهم، يصبح يتجاهر ببغضهم، يسجن، يعذب، يقتل في إظهار بغضه لهم. كم من الناس تعرفون من هذا القبيل؟ الكثير. الشهيد الشيخ حسن شحاتة ما كان هكذا؟ كان هكذا رضوان الله تعالى عليه، وغيره وغيره. الحب يتغير؟ نعم يتغير. البغض يتغير؟ نعم يتغير. كان محبا لأولئك الأعداء، أصبح مبغضا مجاهرا ببغضه. في بلد لا يسمح بالجهر بالبغض لأولئك، سجن، عذب، تعلمون. هو صرح، بعضكم لعلكم سمعتموه مباشرة، أن طريقته تؤدي إلى قتله، هو كان يتوقع أن يقتل. أنا سمعت منه، وبالفعل هذه الطريقة تؤدي إلى قتله، أدت إلى قتله. خلاص عادي. الحب والبغض يتغيران؟ نعم يتغيران. نحن بفضل من الله عز وجل عظيم
بألطاف من أهل البيت عليهم الصلاة والسلام، بسبب أتعاب الوالدين والآباء، بسبب أتعاب المربين، بسبب وجود مجالس حسينية كثيرة، بسبب قنوات فضائية، بغير ذلك أصل الحب موجود ولله الحمد. يعني نصف الطريق نحن مشينا فيه، لا 90% من الطريق أصل الحب، وبدرجة عالية حب أهل البيت موجود قطعا ويقينا، لا توجد شائبة، لا يوجد بمقدار ذرة شك، واضح الحب موجود، حب قوي ولله الحمد. نحتاج إلى هذه 10% أن نرقي هذا الحب بحيث لا نعرف شيئا مع هذا الحب. هذا الحب هو الحب الأول في القلب يكون. تزاحم هذا الحب مع حب النفس، خلاص أترك نفسي، روحي تنتهي، حياتي تنتهي، لتنتهي. نحتاج إلى هذه 10%. ذاك من البغض صعد وصل إلى هذه الدرجة، أنا عندي حب، حب قوي، هذه 10% أحتاجها. هذا لا يمكن، يمكن، ولكن كيف أنا أريد أن أصل إلى هذه الدرجة التي أكدت هذه الآية المباركة على هذه الدرجة؟ وبدون هذه الدرجة الإنسان فاسق، والأصعب والله لا يهدي القوم الفاسقين، اللهم يهدي. كيف؟ الجواب على ذلك أمور عديدة، أنا أذكر لكم أمرين. الأمر الأول زيادة المعرفة بقيمتهم صلوات الله عليه، زيادة المعرفة بعدم، هكذا أعبر، عدم قيمتي أنا، هم يسوون كل شيء، أنا لا أسوى شيئا. معرفة الإنسان إذا ازدادت بهذين الأمرين، هذا أولا، بقراءة بمطالعة الروايات الشريفة، بالحضور في المجالس الحسينية، سماع هذه الروايات الشريفة، تزداد معرفة الإنسان. لا أقصد المعرفة مجرد معلومات، للأسف أقول هذه الكلمة، بعضنا عنده مجرد معلومات، هذه ليست معرفة. المعرفة التي تباشر القلب، لا مجرد معلومات نسميها معرفة، هذه ليست معرفة، هذه معلومات. لا، إذعان، معرفة مقام أهل البيت عند الله عز وجل. هذا الحديث الشريف، حديث من الأحاديث الشريفة التي تبين هذا المقام. كل شيء من منظار الله سبحانه وتعالى يلزم أن يكون عن طريق أهل البيت، حتى هكذا مثال واضح ذكره الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام. أزداد معرفة بقيمتهم، معرفة بأنني لا أسوى شيئا أمام أهل البيت عليهم الصلاة والسلام، هذا أولا. ثانيا ممارسة هذه المعرفة. إخواني أذكر لكم مثالا عاديا بعيدا عن الموضوع، مثال مادي بحت، أسميه مثالا بايخا أصلا، ولكن مثال حتى الموضوع يتضح. لاحظوا، شخص لا يعرف قيمة الألماس، ما هي قيمته؟ لا يعرف، يعلم إجمالا أنه شيء ثمين، يريد أن يزداد حبا للألماس، ماذا يصنع؟ أولا يلزم أن يعرف ما هو الألماس، الألماس شنو هو؟ يقرأ، يطالع في كتب، في مواقع، يذهب إلى أهل الخبرة، إلى أصحاب هذا الحجر الثمين، يسأل منهم، يبينون له أن هذا الحجر حجر ثمين جدا، من أثمن المواد في الأرض، لعله ثالث
أثمن مادة على وجه الأرض. لو أنه كانت هناك قطعة صغيرة بوزن 20 غراما من هذا الحجر، طبعا مع أشياء ثانية أيضا، مع كيفية الماس، مع لمعتها، هذه القضايا، هذه القطعة تسوى كم؟ تسوى 10 ملايين الدولارات، قطعة صغيرة من 20 غراما. لا أعلم توجد قطعة بهذا الوزن أم لا، يعني 100 قيراط 20 غرام، 10 ملايين قيمة هذه القطعة. يعني يتمكن أن يشتري بقيمتها أفضل فيلا، أفضل سيارة، أفضل وضع مادي. يتمكن أن يهدي هذه القطعة لرئيس جمهورية بلد يشتريه، يصبح عبدا له، يتحكم في مقدرات ذلك البلد، شيء ثمين جدا. يتمكن أن بقيمة هذه القطعة الصغيرة من الماس يشترك في شركة من الشركات الكبرى، تأتيه أرباح بالآلاف في كل ساعة ساعة. يعني يتمكن أن يحقق أهدافه التي تتحقق بالمال. أي هدف يتحقق بالمال يتمكن أن يحققه تقريبا. خب، هذه تشكل عنده معرفة بالماس، نصف القضية هذه. الآن عنده حب شديد بالماس، لا، نصف القضية المعرفة. النصف الآخر ممارسة هذه المعرفة، يذهب أي محل من محلات الألماس، يذهب إليه، ينظر، يدقق، يأخذ، يطالع، يسأل، يسافر من أجل الماس، يشترك في جهات معينة لشراء الماس، لبيع الماس، يأخذ قطعة الماس، يقبلها، يقول أنا أحبك، يمارس ممارسة عملية تجاه هذه القطعة. بعد سنة هذا الشخص يصبح متفانيا في الماس، يحب هذه القطعة حبا، خصوصا إذا وجدها، لعله يفدي أبناءه من أجله. وبالفعل صار هذا الشيء أم لا؟ نعم صار، بعض الناس يفدون أبناءهم، يتخلون عن أبنائهم لأجل أشياء مادية مالية، لأنه وصل إلى هذه الدرجة من الحب، من الحب إلى لهذا الشيء التافه، الماس وغير الماس، توافه حتى في الدنيا، حتى في الدنيا، لأنها لا تحقق سعادتك في الدنيا، حتى السعادة الأخروية لا تحققها، السعادة الدنيوية أيضا لا تحققها. هؤلاء الذين يملكون هذه الأشياء الكثيرة عندهم سعادة؟ لا، سعادتك أحسن من سعادتهم، فهذه حتى في الدنيا لا قيمة لها. هذا مثال تافه، ولكن كمثال أقول نحن نبحث عن حب شيء هو أثمن شيء خلقه الله عز وجل، حب محمد وآل محمد صلوات الله عليهم أجمعين. أن نصل في هذا الحب إلى هذه الدرجة التي نترك كل شيء من أجل هذا الحب، هذا يحتاج إلى هاتين الخطوتين. أولاً ازدياد معرفتنا بقيمتهم، وعدم قيمتنا، وعدم قيمة آبائي، وعدم قيمة أبنائي، وعدم قيمة أموالي، وعدم قيمة أي شيء تجاه أهل البيت، لا شيء. الذي يكون في طريق أهل البيت يسوى، الذي لا يكون في طريق أهل البيت لا يسوى أي شيء كان، لو كان آباء الإنسان، لو كان أبناء الإنسان. نريد أن نصل إلى هذا، المعرفة أولاً، ثم ممارسة هذه المعرفة. ممارسة هذه المعرفة يعني ماذا؟ يعني في كل جمعة صباحاً اقرأ دعاء الندبة وابكي على فراق الإمام. يعني احضر في المجالس الحسينية فقط لكي تسمع أسماء أهل البيت. يعني عندما تسمع
اسم واحد من أهل البيت ارفع صوتك بالصلوات عليهم. اللهم صل على محمد وعلى محمد. يعني عندما تنظر إلى اسم من أسماء أهل البيت عليهم الصلاة والسلام أحس نفسك بالانشراح. يعني عندما تسمع يا حسين أحس نفسك بما كان يحس به، لا أقول مثل حبيب، ذاك الإحساس ولو بدرجة دانية. مارس حبك لأهل البيت، هذا الحب موجود، هذه الجوهرة موجودة، مارسها أكثر عمليا. أدعو لتعجيل الفرج، لا تدعو لتعجيل الفرج باليوم مرة، لا، كلما أردت أن تدعو لنفسك أو لغيرك قبل الدعاء لنفسك أدعو لمولاك، هذا يحسسك بأن ذاك هو الذي له قيمة. أصلا أحيانا أدعو لمولاك ولا تدعو لنفسك، لا أقول أحيانا يعني نادرا، لا افعل ذلك، عندك حاجات مهمة أصلا لا تطلب حاجاتك، لا أقول دائما، أحيانا أطلب حاجات الإمام وأدعو لتعجيل فرج الإمام لأجل الإمام، وعندك حاجات، عندك حاجات مهمة لا تطلب حاجاتك. ما هي حاجاتي؟ حاجاتي بالنسبة إلى ظهور الإمام لا شيء، للإمام لا لنفسي، لا ظهور الإمام لنفسي، ظهور الإمام للإمام. اللهم بحق الحجة اشف صدر الحجة، هذا الذي أطلبه من الله، أطلب أنه يشفى صدري بظهوره، ولكن قبل أن أطلب ذلك أطلب شفاء صدره بظهوره الشريف. مارس هذا الحب، هذه ضرورة جعلها الله سبحانه وتعالى، فهي سهلة، حتما سهلة، إيجاد هذا الحب سهل خصوصا بالنسبة إلينا. بدأت بحديث شريف وأختم بحديث شريف في الكافية الشريف عن النبي الأعظم خاتم الأنبياء محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجه. قال: الإسلام عريان، المقصود إسلامي، إسلام أي إنسان لا هو الإسلام. الإسلام عريان، جسم بدون ملابس، جسم جميل؟ لا طبعا، لا، جمال الجسم بملابسه، جسم بدون ملابس قبيح. الإسلام عريان، فلباسه الحياء. الحياء التي تمنع الإنسان من ارتكاب الذنوب، لباسه الحياء، لباسه الحياء، وزينته ألن لا أتذكر، ومروءته العمل الصالح، وعماده الورع. يبقى خامس، يقول صلى الله عليه وآله: ولكل شيء أساس، وأساس الإسلام حبنا أهل البيت. وزينته، نعم، وزينته هنا نسختان، في نسخة وزينته الوقار، في نسخة أخرى أحسنتم وزينته الوفاء. الوقار والوفاء تكتبان قريبين من بعض، زينته الوقار في بعض النسخ وزينته الوفاء، صح. قل: إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. أسأل الله سبحانه وتعالى ببركات أهل البيت و
ونحن على في الأسبوع القادم على أبواب شهر رجب، هذا الشهر المبارك المرتبط بأهل البيت الذي فيه مناسبات عديدة لأهل البيت. يبدأ هذا الشهر بميلاد الإمام أبي جعفر الباقر عليه الصلاة والسلام. وفي اللهم صل على محمد وعلى محمد، نسأل الله بحقهم، اللهم صل على محمد وآل محمد، وعجل اللهم فرج مهدي آل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم بحقهم زد في قلوبنا حبهم وحب أوليائهم وبغض أعدائهم، اللهم بحقهم لا تفرق بيننا وبينهم طرفة عين أبدا. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سادات الخلق محمد وآله الطاهرين. الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد